أبناؤنا، عدة المستقبل، علينا أن نربيهم أن ينهلوا من أنوار النبوة. إن الرسول نور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنزين شباب، لازلنا نستعرض معاكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شنقول؟ صلى الله عليه وسلم. وفي كل حلقة كالعادة نسأل أسئلة ونكتب على الإجابة الصحيحة اللي جاوب منكم نقطة لكل واحد على كل إجابة صحيحة. وعندي دفتر وقلم نكتب فيه النقاط. أنت اسمك أحمد وأنت اسمك عامر. أنا أسبق عامر طبعاً. زين. زين. بتسبق عامر؟ عامر يمكن يسبقك. زين طبعاً. من يبي يفوز؟ أنا. أنت كلك بتفوزون. أنا بفوز عليك طبعاً. زين طيب اسمعوني، اليوم حديثنا إن شاء الله عن سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. طبعا انتوا تفرقون تعرفون الفرق بين الغزوة والسرية. ايش الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة هي اللي شارك فيها الرسول. صلت والسرية صلت والسرية اللي ما اصبر اصبر اصبر. والسرية؟ السرية ما شارك محمد صلى الله عليه وسلم. لك نقطة وله نقطة. يلا. طيب فسرية عبد الله بن جحش بقولها كاملة، بعدين أبي واحد منكم يقولها كاملة يحصل ثلاث درجات، ثلاث نقاط. زين؟ إذا كاملة. عبد الله بن الحديث؟ ها؟ الحديث؟ هاي السرية القصة. عبد الله بن جحش رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقود سرية فيها ثمانية من المهاجرين. كم فيها؟ ثمانية من المهاجرين. من المهاجرين ولا من الأنصار؟ مهاجرين. مهاجرين. بعدين أمر أعطاه كتاب. أعطاه شنو؟ كتاب يعني رسالة. وأمره أن يسير يومين وبعد يومين يفتح الكتاب. زين؟ طيب واضح؟ اي واضح. زين بعد ذلك تم سائر مع ربعه. احنا قلنا ربعه كم كانوا؟ ثمانية. لين بعد يومين وصل مكان، خلاص احنا انقضى يومين، فتح الكتاب ولا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره أن يذهب مع ربع لوين إلى منطقة نخلة. منطقة اسمها إيش؟ نخلة. المهمة الثانية إنه يرصد عير قريش، يعني تشوف جمال قريش، قافلة قريش وين جاية وين رايحة. والشيء الثالث لا يجبر أحدا من أصحابه في المسير معه، اللي بيجي أهل سلة واللي ما يجي كيفه. زين كم شيء قال له؟ ثلاث. شوف جاب ثلاثة. لا نقطة وانت ما نقطة. المفروض تعطيني انه قلت ثلاثة. لا لا هو يقول، انا قلت ثلاثة وهو يقول. انت قلت ثلاثة؟ يلا لك انتبه مرة ثانية. أول شيء قال له روح إلى منطقة نخلة. ثاني شيء أمره أن يرصد عير قريش. ثالث شيء أن لا يكره أحدا من أصحابه في المسير معه. فقال لهم ايش رايكم؟ اللي بيجي معاي اهل وسهلا، واللي ما يبي يرجع. اللي يبي الشهاده يجي معي. قالوا كلنا نبي الشهاده في سبيل الله. وافقوا كلهم وراحوا معه. واكثر في الطريق اثنين منهم اظلوا بعيرا لهم، جبل منهم ضاع وقاموا يدورونه، اللي هو سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان. لا تنسونهم، سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان. هل عاد يقول اساميهم؟ لا بعدين بنسالكم. فراحوا يدورونه اثنين من الثمانية. كم بقى الآن؟ من الثمانية ستة. اثنين راحوا ستة. احسنتم. بعد ذلك وصل عبد الله بن جحش مع ربعه إلى منطقة نخلة، ولا عير قريش قافلة جاية من اليمن رايح مكة، عليها عمرو بن الحضرمي. لا تنسون اسمه. عمرو بن الحضرمي. عمرو بن الحضرمي. زين ومعاه ثلاثة أنفار. كم واحد؟ ثلاثة. زين وجايب زبيب وأدم، يعني جلود من اليمن. زبيب وإيش؟ جلود جلود وجلود من اليمن.
فالكفار لما شافوا المسلمين خافوا منهم وخافوا. فواحد من المسلمين اسمه عكاش بن محصن، شو اسمه؟ عكاش بن محصن. إيه عكاش بن محصن، وممكن تنطقها عكاشة بن محصن. طل كذي براسه وكان راسه محلوق، فقالوا هذول عمار، لأن ما دام محلوق راسه جايين من العمرة ما نخاف منهم. بعدين المسلمين تشاوروا انطب عليهم ولا ما انطب عليهم، شلون انطب عليهم عشان شهر الحرام من الأشهر الحرم اللي ما يجوز فيها القتال شهر رجب. بعدين قالوا إذا ما طبينا عليهم بيروحوا مكة يحتمون بالحرم، ما نقدر ما نستفيد. في الأخير قالوا لا خلنا نطب عليهم. فواحد منهم رمى بسهم، شلون صوت السهم؟ لا قوة قوة. شوف أيوة زين زين خلاص رمى بسهم وأصاب رئيس القافلة عمرو بن الحضرمي، زين فقتل، فكان أول مقتول من الكفار اللي قتله المسلمين. اسمه عمرو إيش؟ عمرو بن الحضرمي. عمرو بن الحضرمي. أنت جاوبت متأخر. كنت بقول تاني عمرو بن الحضرمي. خلاص نكتب له نقطة لأن جاوبت متأخر. أنا من زمان قاعد. لا ما علي منك. قلت عمرو بن الحضرمي بعد أنا. أي عقب شنو عاد؟ انتبه. زين؟ زين. بعدين الحين عامر ثلاث نقاط وأنت نقطتين. انتبه لا يفوز عليك. بعد ذلك شو اسمه الاثنين منهم استأسروا سلموا انفسهم خلاص، فمسكوهم المسلمين اسرع. كم واحد؟ اثنين. يلا لك نقطه وله نقطه، ثلاث نقاط مع بعض متعادلين. زين بعدين الله يسلمكم واحد منهم شرد من الاربعه. الحين عبد الله بن جحش خذ الجمال والبضائع والأسيرين وقسم بين ربع الغنائم، وباقي خمس الغنائم راح المدينة عطى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه الأسيرين والقافلة قال ما أمرت في ما في السيرة في كتب السيرة تقول قال ما أمرتكم بقتال، مجرد ترصد تشوفون عير قريش. فحين الكفار واليهود والمنافقين قالوا ها هاكم محمد وأصحابه استحلوا الشهر الحرام، قاتلوا في الشهر الحرام. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني سير. يعني إيش عادي؟ لما تفتن إيه حرام وايد إيه أكثر من إيه القتال. إيه إذن إيش يجوز القتال في الشهر الحرام إذا ناس اعتدوا عليك؟ وهذا اللي معتدين علينا. إذا مو معتدين لا. ما تقول. فبعدين قريش أرسلت فلوس لفداء أسراها. يعني شنو؟ لأن فداء الأسرين. يفكون المأسورين. إيه. ف. النبي صلى الله عليه وسلم رفض حتى يأتيه الاثنين اللي راحوا يدورون جملهم يخاف قريش تمسكهم. فلما جوا الاثنين ايش؟ كذبوا افك اسرهم خلاهم. احم من يقدر يعيد لي القصه كامله؟ انا اول واحد ورفع يده. يلا ها اول شيء محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عطى واحد كتاب اللي عبد الله بن جحش. هو عبد الله بن جحش عطى شنو؟ عطى كتاب قال له افتحه بعد يومين. بعد يومين وافتحه بعد يومين وكان مكتوب اللي يبي اللي ما يبي ما يبي بس اللي يبي حصل زين شهاده في سبيل الله. امر اي منطقه اقول اصبر يبا وفي اي منطقه قال لي لازم يروحون منطقه نخله عشان شنو؟ عشان يشوفون. يشوفون شنو؟ يشوفون ال عيرة قريش. عيرة قريش. إيه؟ وين بيروحون وين بيروحون؟ إيه؟ قالوا إذا نطينا بس هذه حافلة حرام. إيه؟ بس إذا ما نطينا بيسوون بنخسر. إيه؟ فقالوا يلا خلينا ننط. أيوة. فبعدين لما نطوا اثنين عشراهم. إيه؟ واحد قتل واحد شرد. أحسن على كل جزاكم الله خير. وأنت الظاهر بتقول نفس الشيء؟ بقولنا طبعا بقول قصة يا خلاص لك نقطة ولها نقطة
الحين متعادلين، أربعة لك وأربعة له، إن شاء الله مرة ثانية أيضا تفوزون كلكم. يلا بارك الله فيكم ونراكم على خير إن شاء الله. أبناؤنا عدة المستقبل، علينا أن نربيهم أن ينهلوا من أنوار النبوة. إن الرسول نور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.